السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكفى وسلم على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى لصحابته الكرام والبيته العظام والمسلمين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع السنة، السنة الخلال أحمد. سريعا سامحني، جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وحاضرين ومصلين. قال الإمام الخلال رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتاب السنة: وما زلنا مع الكلام عن الفتن من بني أمية وغيره. وقال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى عليه: قل على عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر قال رحمه الله: ما بقي أرض إلا ملكها ابن الزبير رضي الله عنه إلا الأردن. قال رحمه الله: أخبرني محمد بن الصمد المقرئ قال حدثنا مخلد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور. محمد رقم كام؟ 35. قال رحمه الله: أخبرني الذي بعده قال أخبرني محمد بن الصمد المقرئ قال حدثنا مخلد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور أنه قال: قلت لإبراهيم رحمه الله: ما ترى في لعن الحجاج وضربه من الناس؟ فقال رحمه الله: ألا تسمع إلى قوله: ألا لعنة الله على الظالمين؟ قال رحمه الله: وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه: الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه. قال رحمه الله: لا يعجبني لو عبر فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. قال: وروي عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: المسكين أبو محمد. يعني الحجاج، الحجاج بن يوسف، يقصد أبو محمد هنا الحجاج بن يوسف. ابن سيرين يقول بذلك على ما هو عليه من الشدة والحدة في هذا الباب. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله رحمه الله قلت: الرجل يذكر عنده الحجاج فنقول كان الحجاج كافرا؟ فقال: لا يعجبني. قلت: فإذا ذكر عنده يلعنه؟ قال: يقول: ألا لعنة الله على الظالمين. يدخل في العموم. قال أبو عبد الله رحمه الله: قد كان رجل سوء يروى عن ابن سيرين أنه قال: المسكين أبو محمد. نعم. قال: سمعت رجلا يقول له: ومن؟ قال: ومن يرى عن ذكر الحجاج، يعني رعوي. نعم. قال: ومن يرى عن ذكر الحجاج أنه كان كافرا لا يؤمن بيوم الحساب وأنه من أهل النار. قال: فسكت ولم يرد عليه جوابا. وقال رحمه الله: نعم. هو طبعا الكلام كبير في هذا الباب. حتى الشعبي، عندما عامر الشعبي قيل له أن الناس يزعمون أن الحجاج مؤمن، فقال: أشهد الله أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله. كلام شديد على الحجاج، نبينه إن شاء الله. قال رحمه الله: أخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال أبو عبد الله رحمه الله: كان الحجاج بن يوسف رجل سوء. السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليك. وقال رحمه الله: أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد رحمه الله عن يزيد بن المهلب قال: بصري. قلت: كيف هو؟ قال رحمه الله: كان صاحب فتنة يقول، هو الذي يقول شعبة: سمعت الحسن يقول: هذا عدو الله بن المهلب. وقال رحمه الله: أخبرنا الدوري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الصلت بن دينار قال: سمعت الحجاج على منبر يواسط يقول: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأس المنافقين. أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال: لو أدركته لسقيت الأرض من دمه. أعوذ بالله، هذا ما يصح. وقال رحمه الله: أخبرني الدوري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الصلت قال: سمعت الحجاج يخطب وقرأ قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فقال: إن كان سليمان والله لحسودا. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وهذه كما قلت أسانيد لابد ينظر فيها، لأنها فيها شيء من الضعف في هذا الباب. وقال رحمه الله: أخبرنا الدوري قال حدثنا سفيان بن زياد المخرمي قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن سعيد عن سماك بن حرب رحمه الله أنه قال: أتيت في المنام فقيل له فأتيت في المنام فقيل لي: إياك والزنا، إياك والسرقة، إياك وأكل مال اليتيم أو الحرام، إياك والصلاة خلف الحجاج، فإني أقسمت لأقسمنه كما يقسم عبادي. وقال رحمه الله: أخبرنا الدوري قال حدثنا أسود بن عامر شاذان قال حدثنا شريك عن ابن عمير قال يعني عبد الملك بن عمير قال الحجاج يوما: من كان له بلاء فليقم فلنعطيه على بلائه. قال: لا. فقام رجل فقال: أعطيني على بلائه. قال: وما بلاؤك؟ قال: قتلت الحسين رضي الله عنه. قال: وكيف قتلته؟ قال: دسرته والله بالرمح دسرا وهبرته بالسيف هبرا وما أشركت معي في قتله أحدا.
قال دسرته يعني الدفع. قال دسرته والله بروح دسرة وهبرته بالسيف هبرة وما أشفت معي في قتلي أحدا. قال أما إنك وإياه لن تجتمع في مكان. قال ثم أمر به فأخرج ولم يعطيه. قال أحسبه شيئا. ما أختم الباب. نعم. وقال رحمه الله أخبرنا الدوري وقال حدثنا شاذان قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي رحمه الله ورحمة الله عليه جميعا عن الشعبي أنه قال يأتي على الناس زمان يصلون فيها على الحجاج. نعم. هنا في هذا الباب الكلام على الحجاج والخلاف في الحجاج. أولا بنو أمية قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لو جاءت بنو أمية لو جاءت الدنيا بأسرها الأمة بأسرها بسيئاتهم وخطاياهم ووضعوا في كفة وجاءت بنو أمية ووضعوا في كفة وجاء بالحجاج في هذه الكفة لرجحت كفة بني أمية بالحجاج. الحجاج بن يوسف الساقطي كما قلنا الذهبي قال هذا رجل نبغضه في الله له حسنات تغمر في بحر سيئاته واختلف العلماء في كفره. الأجلح قال قلت لعمرو الشعبي إن الناس يزعمون أن الحجاج مؤمن قال فأشهد الله أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله. وهذا في مصنف ابن أبي شيبة والإيمان وفي تاريخ حلب. أيضا عن قتادة قال قيل لسعيد بن جبير يا رب اغفر له ورحمه الله وزعم ما تعالى فإنك أنت الأعز والأكرم اللهم ارزقنا توبة نصوحا إلى يوم أن نلقاك اللهم أمين رب العالمين. قال سمعت رجلا يقول ومن يرعى عن ذكر الحجاج أنه كان كافرا. فقال قتادة قيل لسعيد بن جبير خرجت على الحجاج قال إيه والله ما خرجت عليه حتى كفر. وفي المصنف عن عطاء بن سائب قال كنت جالسا مع أبي البختري الطائي والحجاج يخطب فقال مثل عثمان عند الله تعالى مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم. قال فرفع رأسه ثم تأوه ثم قال إذ قال الله عيسى إني متوفيك إلى قول تعالى وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال فقال أبو البختري كفر ورب الكعبة يعني قال الحجاج كفر ورب الكعبة. وفي جزء أبو الفضل الزهري عن الأعمش قال اختلفوا في الحجاج فقالوا بمن ترضون قال بعضهم بمجاهد فأتوه فسألوا فقال تسألون عن الشيخ الكافر قال تسألون عن الشيخ الكافر. وهذا كله يؤول يعني في حقيقة أمره على أن هذا يقصد به الكفر دون الكفر لا يريد الكفر الذي يخرج من الملة. وفي تاريخ دمشق عن أشعث الحداني قال رأيت الحجاج في منامي بحال سيئة قلت يا أبا محمد ما صنع بك ربك قال ما قتلت أحدا قتلة إلا قتلني بها. قلت ثم ما قال ثم أمر بي إلى النار. قلت ثم ما قال أرجو ما يرجو أهل لا إله إلا الله. قال فكان ابن سيرين يقول إني لأرجو له قال فبلغ ذلك الحسن قال فقال الحسن أما والله لا يخلفن الله جل في علاه رجاءه فيه يعني ابن سيرين. وحقيقة الأمر أن الحافظ بن حجر نقل وقال كفره جماعة منهم سعيد بن جبير والنخعي ومجاهد وعاصم بن أبي النجود والشعبي وغير هؤلاء قد كفروا الحجاج بن يوسف. ولكن الأكثرية الغالبة يعني حتى الحسن نفسه كان يتكلم عنه فلما علم أنه عندما ابتلي بالبصر نظر إلى السماء فقال ربي إنهم يقولون أنك لا تغفر لي اللهم خالفهم واغفر لي اللهم اغفر ورحمة الله وزعمة تعالى فإنك أنت العز الأكبر اللهم اغفر ورحمة الله وزعمة تعالى فإنك أنت العز الأكبر. الحمد لله على وجود أهل الخير والفضل وما يكون به من الإحسان والبر وكأن الله يأبى أن يصل للمرء الخير إلا عن طريق من أراد من أهل الخير. الحمد لله. الفاظ المصنبطة يعني بني أمية الكلام الذي فيه على بني أمية على أمرين على يزيد بن معاوية على ما فعل في المدينة وعلى الحجاج بن يوسف عندما استباح مكة وقتل ابن الزبير ورمى الكعبة بالمنجنيق وقتل من قتل من أهل مكة وأيضا أهان الصحابة له بليات عظيمة. الحجاج بن يوسف الثقفي سيفه كان بطالا حتى فتنة ابن الأشعث عندما خرج عليهم ومعه سعيد بن جبير قتل آلاف مؤلفة من الناس. وهذه كلها تدلك على أن الخطأ البين في هذا الباب هو الخروج على ولاة الأمور مهما حصل من الطغيان والظلم وحصل من الاعوجاج في هذا الباب لا يساوي منكرا واحدا يحدث بالخروج عليه من إسالة الدماء وانتهاك الأعراض وأيضا استباحة الأموال كل ذلك يحدث فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من يسترشد بشرع الله جل وعلا فيأوي إليه فيكون له عصمة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.